وصلنا لمنطقة سي ستار، هذه المنطقة اللي احنا نتجمع فيها ويعطونا بريف تعليمات شوية خفيفة ظريفة عن الرحلة. اليوم رحلتنا إلى جزيرة بي بي. اوكي ليتس جو. البنات اللي عاوزين يغيروا هنا في تويلت التغيير. اوكي نظيف وما شاء الله مرتب، منطقة ما شاء الله مرتبة منظمة. هذا الجروب الأول حيطلع الجزيرة ويعطيهم شرح الآن، كلهم منصتين ما شاء الله. يلا ننتظر دورنا. المتاجر هنا متنوعة وعندهم زي ما ذكرنا سابقا قبعات النسائية، ملابس نسائية أطفال، رجال، صغيرة كبيرة، شورتات، كثير في أشياء حلوة، خصوصا هذه مرة حلوة لما تأخذوها في سنوركلينج. في منها أحجام صغيرة تبدأ من 2، 5، 3، 3 و5، وإيش كمان قلنا 15، 25، و30. مرة شيء حلو مرتب. مرجيحة يما المرجيحة، أحلى ما في الموضوع في مرجيح. We drop off you to the beach. You can go swimming, snorkeling from the beach. Our boat we stopped inside. You can go swimming again. لما نوقف حندخل داخل النظيق هذا، نوصل لآخر البوت حيوقف، تقدروا تنزلوا تسبحوا كمان. نروح من هنا النقطة هذه زي ما ذكر، حنروح هنا نقطة السباحة الأولى. طبعا هي كلها 5 نقاط، هذه نقطة السباحة الأولى، بعدين نقطة الغداء، بعدين حندخل النقطة هنا برضو سباحة وخوانق ونطلع. بعدين في منطقتين برضو هنا ما فيها سباحة بس في التصوير. أخيرا وصلنا أول نقطة توقف في هذه الجزيرة. شايفين اللون بس خطير والجو مرة جميل. يلا let's go. هنا دخلنا بعيد عن الشاطئ، ممكن نعمل هايك مشي خفيف بين أغصان الطبيعة، 300 متر ما أدري إيش. تعال نشوف شيء جميل. هايك هايك. جزيرة فيها هنا بقالة خدمات الدولة.
مرة ثانية الله يكرمكم. جلسات خفيفة صغيرة جدا. جلسة أعمل مساج بحري بالرملة مع شوية أموال شايفين. حلو مرة. جزيرة أخرى للسباحة للسنوركينج. شايفين الناس اللي هناك ألوانها شوف سبحان الله جدا فيروزية. في ناس من ناحية السنوركينج ما في شاطئ تنزل من البوت على طول تنط وتغوص. ثم هذه الجزيرة جزيرة شاطئ القرود. ما أدري حنشوفها هنا ولا لا. قولوا يا رب نشوف قرود هنا. في بس أسماك بشرية. الله شوف المرجان كيف مرة مرة جميل كأنه وردة بيضة. طرطشت شوية وطلعت. جزيرة القرود بي بي الجهة الشمالية للجزيرة واللي كنا فيها الجهة الجنوبية. دلوقتي حنشوف منطقة هذه شاطئ الأمامي أو الشمالي لجزيرة بي بي. وصلنا. فيها عدد من المطاعم والمقاهي. بعدها حلال. Let's go to eat. هذه جزيرة بي بي. خدماتهم هنا مطاعم كافيهات شوارع وآيس كريم كله. شو بيوت سكان بي بي مرة جميلة شكلها. حسبية صغيرة في الآخر كمان يوجد فندق صغير. هنا عندهم مساج بس على إطلالة. سكراب إيه كل شيء. شوفوا الإطلالة سووا لكم هنا المساج. شايفين القرود كيف تنزل عندهم بس ما جتنا للأسف. يقولون أنتم حبكم. شايفين الولدة لوفر روز آيس كريم حتى من جوا. وصلنا هنا للكهف وايكينج كيف كده تقولوا ما أعرف. بس مرة شكله خطير. للأسف ما نقدر ندخل. منطقة بيلي لاكون. منطقة بيلي لاكون مرة يعني الرملة تحت بيضة والموية فيروزي شيء حلو. شايفين؟
go crazy over you, boy. I know I'm on your mind after what happened last night, but I don't wanna hit your. نطلع فيها الدرج ونتمشى جوا شوية 10 دقايق هنشوف نستكشف إيش الموجود. طلعنا من ال قارب بصعوبة، الحين حنمشي مرة حلوة صراحة. أيوة حلوة الخوانق الحلوة هذه، شي حلو. شوف لين نوصل البيتش من جزيرة مايا بي. نشوف ندخل نستكشف. أحلى رملة عجبتني في جزيرة بيب بيك، مرة ناعمة بيضة. مايا بيتش مايا بيتش، أوه باردة تنن. Thank you. ضيافتكم الحلوة.